جزاكم الله خيرا. هل يعذر العوام الذين يطوفون بقبور الأولياء والأموات أم لا؟ لا يعذرون، لأن العلم موجود والقرآن، هم يقرؤون القرآن ويسمعونه وينهى عن الشرك ويسمعون كلام أهل العلم من خلال الدروس والمحاضرات وخطب الجمع، ويسمعون الإذاعات الإسلامية التي فيها بيان النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، فليسوا معذورين بهذا الشرك، لأنهم قامت عليهم الحجة بما يسمعون وما يقرؤون وما بلغهم